وحشك الشيخ امام. امال ايه وحشني؟ بتفتكره؟ وشتمته انا يوم حسن مبارك ما تنازل ساعتها. قلت له ايه يا امام يا حمار، حد يموت قبل اللحظه دي؟ طب قبل 25 يناير. طب بتعمل ايه عندك دلوقتي؟ كنت لان كان هو كان بيتمنى اللحظه دي. انا شفتها، هو ما شافهاش بس اكيد وصل حس و ومحدش عارف هم عاملين ايه. محدش راح وجه قال لنا، محدش راح وجه قال لنا، ما حدش عارفين ايه اللي بيحصل هناك. في الموت يعني. يعني يعني بيبقى ايه؟